صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الاثنين 8 أيار. تطور القطاع الاستشفائي والتجميلي شكل نقلة جديدة بالقطاع السياحي. احتفال عوائل شهداء الصحافة بذكرى 6 أيار بوسط بيروت وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن باتريسيا سميدا محامية بالقانون الدولي لنحكي مع انتخابات الرئاسية بفرنسا، نتائجها وتأثيرها على علاقة فرنسا بلبنان والشرق الأوسط، وأيضا ضيفتنا الثانية ميرا سبليني مديرة مركز شيفاليلا لتعليم اليوغا لنحكي معها عن عرض جديد لليوغا رح تشهده خشبة مسرح المدينة. إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا أستاذ وسام أبو خشفة. صباح الخير. نور لك لكل المشاهدين. كيفك اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال. يعني بداية الأسبوع كيف مبلشة؟ عندنا هلأ موجة دفع وشوب فينا نقول خلال هالأسبوع، فإذا بالتفاصيل كتل هوائية دافية وجافة بتأثر تدريجيا على لبنان اعتبارا من صباح بكرة. طقسنا لليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بس عم مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة اعتبارا من بعد الظهر، وبتنخفض نسبة الرطوبة. بكره بيكون طقسنا غائم جزئيا لغائم احيانا بسحب مرتفعه مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحراره اللي بتكون فوق معدلاتها الموسميه، ونسبه الرطوبه بتبقى منخفضه وبتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر. اوكي، درجات الحراره قد ايه عم بتكون؟ لليوم على الساحل بتتراوح من 14 ل 26، فوق جبال من 11 ل 23، بالارز من 6 ل 19، وبالبعام من 12 ل 30. بينما بكره على الساحل بتكون من 19 ل 38، بالجبال من 16 ل 28، وبالبقاع من 17 ل 33. اوكي، يعطيك الف عافيه، نحن بكره بنحكيكم. اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير جوال. صباح الخير لك لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا، رح نعمل جوله على ابرز عناوين الصحف. خلينا قبل ما نبدا نقول انه بعض الصحف بتحتجب عن الصدور اليوم بذكرى شهداء الصحافه، اما بالعناوين الرئيسيه انتخابات فرنسا وفوز ماكرون ب 65.5% من الاصوات. رح نبدا مثل العاده مع النهار لليوم الاثنين 8 ايار، وفي عناوينا ماكرون الرئيس الثامن والاصغر في فرنسا، تعهد التصدي للانقسامات واعاده نسج العلاقات مع اوروبا، ترامب وزعماء أوروبيون سارعوا إلى تهنئة الرئيس المنتخب. ضمن أسرار الآلهة، اقترح وزير سابق حلا لسلاح حزب الله بحصر وجوده في الجنوب والبقاع فقط، بعدما حدد نيسان الفائت لزواجه وتأجيله لكثرة الانشغالات، حدد وزير الأعلام شهر آب المقبل موعدا نهائيا. تبين أن مستشارة الوزيرة عز الدين لم تكن الأوفر حظا لرئاسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وأن من بين المرشحين الثلاثة واحدة فقط من الروم الكاثوليك. توضيحا لما ورد في أسرار الآلهة عن إعفاء السوريين من بدلات الإقامة، أوضح الأمن العام أن النازح السوري المسجل والذي لم يغادر منذ 1/1/2015 يعطى إقامة لمدة 6 أشهر ويعفى من الرسوم، وإذا تبين أنه يقوم بعمل مأجور تستوفى منه الرسوم المتوجبة. وبختم النهار بقلم نيلة تويني ضمن الافتتاحية اليوم والمقالة بعنوان فرنسا تنتصر للحرية وللديمقراطية. من النهار إلى الحياة، ماكرون رئيسا يطوي صفحة الانتخابات الصاخبة، ضربة كبيرة للتيارات الشعبوية في أوروبا، ترقب رموز شبابية منفتحة في الحكم وترجيح تحول في البرلمان الفرنسي. المخلافي لا يتوقع نتائج لجولة الموفد الدولي. قوات النظام تقضم مناطق التهدئة. تأجيل معركة مع داعش يهدد كركوك. عمال غاضبون يعترضون روحاني. وأيضا في الحياة، مستشفى العباسية أنشئ قبل 150 عاما على مساحة 68 فدانا، العقلاء في مصر يطمعون بأرض المرضى النفسيين. وبعنوان أخير وبعيدا عن السياسة، 50 عاما على 100 عام من العزلة، رائعة مركز التي أعادت الأدب الرفيع إلى الشعب بعد غياب. متابع جولتنا مع المستقبل وأيضا من الأجواء الفرنسية، الجمهورية انتصرت، ماكرون رئيسا لفرنسا. لجنة قانون الانتخاب تنعقد غدا والحكومة الأربعاء.
إسرائيل تقرر بناء جدار أمني بين لبنان وفلسطين المحتلة. السيسي يؤكد دعم مصر للخليج ضد أي تهديدات. الأردن بدء مناورات الأسد المتأهب. خطط جديدة لتسريع عمليات طرد داعش من الموصل. الموسم الفرنسي، التطرف ليس حتمية تاريخية. الإنجازات على الأبواب بعد معاناة قانون الانتخاب. المغردون يستذكرون 7 أيار العار. صيدا على إيقاع مهرجان سوقا يلي بساع الكل. وبالأخبار الرياضية، ليفربول يهدر فرصة تعزيز حظوظه ببطاقة أبطال أوروبا، والأرسنال يهزم يونايتد. وبختم بعنوان أخير أيضا رياضي، الأنصار بطلا لكأس لبنان. ومن المستقبل إلى اللواء، وفي عناوين: ماكرون رئيسا وأوروبا تتنفس الصعداء. لجنة الانتخابات تجتمع غدا، نسبية ترضي ولا تغضب. حزب الله يستغرب التباطؤ، وإضراب رمزي في برج البراجين اليوم. مفاوضات لإجلاء مسلحين من حي برزة والقابون، انحسار العنف مع اتفاق المناطق الآمنة. هنية لقيادة حماس، التزام بالنهج والاستراتيجية، انفتاح مع فتح ومصر وتقارب إقليمي. انطلاق مناورات الأسد المتأهب في الأردن. أمير الكويت والسيسي للتعاون في مواجهة الإرهاب. الرئيس الألماني في إسرائيل سعيا لطي صفحة التوتر. أهم نقاط برنامج إيمانويل ماكرون تعرضهم اليوم اللواء بالصفحة 9، وبعنوان رياضي، الأنصار يتوج بطلا لكأس لبنان. قنصل اللواء، الانتظار حتى 20 حزيران مقامرة. وبختم بقلم صلاح سلام ومقالته بعنوان من يكون ماكرون اللبناني. ننتقل مباشرة إلى ديلي ستار وبترجمة لعناوين. واليوم بوضع استثنائي بتتحول ديلي ستار اللي هي عادة باللغة الإنجليزية إلى عنوان رئيسي باللغة الفرنسية، بونجور ماكرون أو صباح الخير ماكرون. طبعا نسبة للانتخابات الفرنسية وفوز إيمانويل ماكرون بنسبة 65.5% مثل ما قلنا سابقا. أما في عناوين أخرى، مشروع قانون لإعلان إسرائيل دولة يهودية على جدول الأعمال الوطني. لبنان يحتفل بأول مهرجان للوشم. وبعنوان أخير، الجيش السوري يتقدم على منطقة وقف إطلاق النار. من الديلي ستار إلى لوريان لوجور، الرجل القوي وأعماله. حماس هل هي على حافة الانفجار؟ وأيضا في لوريان لوجور، ركود في الملف الانتخابي بانتظار إعلان اللجنة الوزارية. نتابع جولتنا ونوصل إلى الشرق، وفي عناوين: فرنسا تجدد شبابها، ماكرون رئيسا. عون ليعود لبنان وجهة الشرق الأوسط ومركز ثقله. الراعي، التمييز بين الإسلام والإرهاب. استقالة البطريرك لحام. عائدات البلديات من الخلوي خلال أسبوعين. 3 قمم بحضور ترامب في الرياض. سيف رئيسا للائتلاف السوري. وأيضا في العناوين: سباق المعارك والمناطق الآمنة. الأنصار بطل الكأس للمرة 14، وبيبلوس يعادل الرياضي. وبختم بقلم عون الكاكي، الحل يبدأ في فلسطين. من الشرق إلى الشرق الأوسط، وفي عناوين: ماكرون إلى الإليزي متخطيا لوبان بفارق كبير وتراجع نسبة المشاركة. فرنسا تهزم الشعبوية وتتمسك بأوروبا. الدواعش الأجانب في سوريا ينقلبون على اتفاق الطبقة. حكومة نتنياهو تحيي مشروع يهودية الدولة. وأيضا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، غلستان استقبلت روحاني بالحجارة. وبعيدا عن السياسة بختم بعنوان أخير، فان ديزل للشرق الأوسط، عملي الأخير مغامرة. ونتابع مع الجمهورية المحطة الأخيرة ضمن جولتنا على الصحف، ماكرون يثبت الاتحاد الأوروبي. الرئيس عون يوقع كتابه ما به أؤمن. لولا شخصية الرئيس لفتحوا فروعا للقصر. ترامب في المنطقة، صفقات وتسويات ودماء في سيناء. وختاما بصحيفة الجمهورية، بطريرك كاثوليكي جديد يكسر الأعراف. وهيك ممكن وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف. بريكم نرجع.